داليا صبحي خليل هي هتحكي لكم الحكاية من طقطة للسلام عليكم. داليا انت طلبتي تقابليني وتشرفيني في البرنامج. والله انا مبسوطة جدا. ربنا يخليك. وعايزة تقولي للناس حاجة. بالضبط. طيب الكاميرا معاكي والاستاذ جمعة هيفضل حاطط الكاميرا عليكي تحكي لهم الحكاية من البداية. هو مبدئيا انا كنت بشتغل ماكيلة فكنت بصور برنامج معين كده وجالي دور برد عادي جدا فزي اي حد اتعالجت من البرد بس فضل مكمل معايا. بدات بقى اروح بدا يبقى كحه جامده سخونيه مش بتروح الكلام ده فضل تقريبا سنه ونص عندي حاجه مش عارفاها لحد ما ظهرت لي كتله معينه في جسمي وبدانا نشوف الموضوع عامل ازاي نحللها نشوف ورم عادي ورم مش خبيث يعني لحد ما طلع بعد سنتين تقريبا انه سرطان تحديدا الغدة الليمفاوية. طبعا اي حد من بيعرف الموضوع ده اول مره بيتخض وبيتصدم ومبقاش عارف يتصرف ازاي واقول للناس ولا ما اقولش هعمل ايه فكان فورا القرار ان لازم ابتدي نشوف الدكاتره والعلاج والموضوع عامل ازاي. بدات طبعا زي اي حد رحله الكيماوي بكل بقى الصعاب وبكل التفاصيل وبكل الانهيارات اللي بتحصل خلاله يعني وفي النص. لا الناس معاكي وبصي للكاميرا بتاعتك ايه واحكي بتفصيل شويه عشان بس مش عايزه بس يبقى في ملل. لا مش عايز يبقى فيش ملل ولا حاجه بس احكي بالتفصيل شويه انه الكلام ده من قد ايه خلال السنتين دول اشتغلتي ولا ما اشتغلتيش؟ سبتي شغلك وقعدتي في البيت؟ الارهاق اللي وصلتي له نتيجه الكيماوي والحاجات دي عمل فيكي ايه؟ مش بالتفصيل قوي لكن عشان الناس تعرف اللي حصل عشان للي وصلنا له يعني. فنحكي تاني باختصار انتوا بداتي من سنتين من ثلاثة يعني قصدي اقول لك عرفتي بعد سنتين. اثناء السنتين دول بقى تحكي لي بقى الاسئله اللي انا قلتها ديت اشتغلتي ما اشتغلتيش رحتي كنت بتشتغلي كنت بتروحي ازاي بتعملي ايه والالم اللي كانت في جسمك وكده. كاميرا اهي بص حضرتك احسن. بدأت من 2015 عندي أعراض غريبة يعني كان برد متشخص برد بس بيزيد بقى يعني سخونية طول الوقت ماشية طول الوقت عندي شغل ولازم أنزل وأكمل حياتي فبقى طول الوقت أخد خافض حرارة كل 6 ساعات أسخن في الشارع وأنا سايقة أركن على جنب وأخد الخافض أول ما يشتغل أبتدي أشوف هعمل إيه أكمل يومي إزاي. فضل الموضوع ده تقريبا سنة ونص لحد ما ظهرت حاجة كتلة معينة في جسمي كانت غريبة فدكاترة بقى كتير واستشارات كتير ما ينفعش اخد من اول رأي طبعا فكان في الاخر انه سرطان غدد الليمفاوية تحديدا. ده اكتشفتي بعد سنتين من الالم الكبير بعد سنتين من برد يعني ما كانش فيه مشكلة اصلا. بس فهنعمل ايه استشارات كتير وناس كتير بتقول لا مش سرطان لا ما تهمش نفسك لا مش عملت تحليل وطلع الورم فيه كانسر ما عايزين بقى يتاكدوا لا ناخد عينه تانية لا نكمل لا مش هينفع يعني في الاول كده دكاتره ما بتبقاش عايزه تسلم ان الموضوع سرطان يعني مش عايزين يخضوا مش عايزين يبقى هو ده الاخر حل يعني. بس في النهايه بدا بقى خلاص ظهر 100% يعني سرطان. وبعدين اتعرف كنت في مرحله رابعه يعني تقريبا مرحله كبيره جدا ولما عملت الاشعه الجسمي كله مش كبير جدا دي اخر مرحله ايوه بالظبط مش عايزه اقول كده يعني مش كبير دي اخر واحده بالظبط وكان تقريبا 95% من جسمي كله اورام كانت بقى على الصدر والرئه وعلى كل الحاجات هي دي اللي كانت عامله لي ساعتها البرد والسخونيه والحاجات اللي احنا كناش فاهمينها ساعتها. فما كانش في قرار ان فورا لازم اخد كيماوي واشد انواع الكيماوي عشان نلحق المنتشر ده كله. طبعا قعدت من شغل الاول كنت اول ما بدات اول جرعه جرعتين كنت لسه في شويه طاقه بحاول اعافر ما انزل كنت باخد كورس مونتاج في مكان معين بقيت انزل اروح من بعد الجرعه انزل وانت بتاخدي كيماوي وانا باخد كيماوي انزل مع الدكتور اروح وانا حتى معلقه الكانولا معلقه الحاجات اروح اخد الكورس عشان ما استسلمش مش يعني في الاول كنت لسه في شويه طاقه كده بس غصب عني بقى بعد كذا جرعه بدات بقى طاقه تروح ومش هقدر ان انا انزل او اروح لان في تعب بقى طبعا باين جدا وشكلي بقى خلاص باين فقعدت بقى.
بس ما يعني في القعده برضه ما كنتش بحاول استسلم قوي يعني، كنت حتى اروح مطلوب فورا انقل دم بسرعه، اروح انقل دم ويا جماعه بسرعه رجعوني انا عايزه اروح في ماتش الاهلي، لازم اروح اتفرج على ماتش، مش ممكن يعني. فحتى كانوا بيستغربوا انت يا بنتي بتعملي ايه وراحه تعملي ايه، فلا يعني ما كنتش عايزه استسلم خالص يعني. في اوقات غصب عني كان ببقى داون خالص والموضوع ما فيهوش معافيه، اه الجسم ليه طاقه تحمل بالظبط، بس دي كنت بقى ما فيهاش كلام، انما في لو كنت في 1% اقدر اعمل في حاجه كنت بعمل، ما بقعدش يعني. المهم اول حق يعني خلص، خلصت اول كورس من العلاج، فبنعمل التحاليل والاشعاعات نشوف ايه اللي وصلنا له، فبيبقى تمام والتحسن تحسن الحمد لله بنسبه كبيره كويس. ارجع اوقف شهر مثلا، الدكتور بيديني روحه بقى، انا ببقى خلاص وصلت مرحله من التعب جامده، يرجع يرد تاني عليا في منطقه تانيه نكتشفه برضه بطريقه تانيه. رحت خدت تاني كورس علاج تاني، الكلام ده بالظبط من 2016، بدات كيماوي 2016. 2016 دي كان كلها في بروتوكول معين ووقفته، وبعد كده راح رد تاني. 2017 رد تاني فاخدت بروتوكول تاني اشرس من الاولاني، وكنت برضو في النص بحاول ما استسلمش، بس باجي في الاخر وبفيص بصراحه، ما بقدرش طبعا. لحد تالت مرحله بقى اللي هي 2018، وصلت الحمد لله لنسبه كبيره جدا ما بقتش موجوده، بس كان مطلوب ان انا اعمل عمليه زرع نخاع. فطبعا بس اي حد يسمع زرع نخاع دي بيتخض، وانا مش عارفه تفاصيلها ايه، كل ما اقول يقولوا لي كان ذاتي الحمد لله ذاتي كويس، بس الاول كان في برضه ان احنا هناخد منك او من حد درجه اولى، اختي او كده. ف عملتيها فين هنا؟ سافرت بقى، كان برضه استشارات وناس قبل كده عملتها وبتاع، فقالوا فرنسا تحديدا يعني. طبعا فرنسا متخصصين في ده بالظبط، فكان حد كمان عنده تجربه برضه. فسافرت ازاي يعني؟ كل المصاريف اثناء العلاج دي كلها نفقه خاصه؟ انا نفقت، كنت نفقت والدها طبعا صبحي خليل، صبحي خليل ممثل طبعا، هو اللي كان بيصرف عليك بالظبط، ربنا يديله الصحه. وبرضه يعني احب اشكر دكتور اشرف زكي، كان ليه وقفه طبعا. اشرف زكي راجل جميل مهم جدا، عضو نقابه بالظبط، فكان بيكلمني طول الوقت. سافرتي على حسابك بقى؟ بالظبط على حسابك. بس انت سافرتي لوحدك، دي حاجه بقى مش ما هو في الكتب. ده الموضوع بقى يعني، دي رحله لكل اللي فات. طب انت سافرتي وحالتك كانت عامله ايه؟ كنت الحمد لله واصله لمرحله كويسه جدا، وقادره اقف على رجلي وقادره اسافر وكل حاجه، بس الاورام في جسمك؟ لا كانت الحمد لله في نسبه بسيطه، انسحبت شويه. يعني احنا عايزين دلوقتي نعمل زرع نخاع، زرع نخاع عشان ما تتجددش تاني بالظبط. فانا مسافره 10 ايام، هقابل دكتور هيحدد لي محدده مواعيدك كلها قبل ما تمشي من هنا بالظبط، بس على 10 ايام، حتى فيستي 10 ايام، تفاصيل الاقامه 10 ايام، على ان في ميعاد دكتور رايحه اقابله هيقول لي مثلا تعالي الشهر الجاي، تعالي كذا. هرجع بقى مصر اجيب مثلا معايا مامتي، اجيب معايا اختي، حد تعملي العمليه. فاتصدمت بقى اول ما رحت للدكتور، حضرتك عارف بقى الاجانب في الوش على طول ما بيقولوش يعني. قال لي قال لي احنا حالا هنخش نعمل العمليه دلوقتي؟ قلت له يعني اللي هو بكره مثلا. قلت له لا، ما انا دلوقتي في فيستي وحاجتي ولازم ارجع من لوحدي، طب ارجع اديني بس فرصه مثلا اسبوعين ارجع واجيب حد معايا واجي. راح زقق لي الفايل كده، قال لك امشي، وقال لي بقى حضرتك لو مش هتيجي دلوقتي بكره انا ماليش دعوه، مش هاخد الفايل ده تاني وانت هتموتي يعني. طب براحه صلي على النبي، بس انت حد يعمل كده؟ فقال لي والله يعني، هو كان الهيد ديبارتمنت يعني رئيس القسم، طبعا هو بروفيسور ما بيقابلش حد يعني، هو هيقابلني المره دي وخلاص بقى هيسيبني للي تحتي، مش هتعرف تجيبيه تاني. فمش عارفه بقى اعمل ايه، خرجت من المستشفى في بلد لوحدي في حته لوحدي، مش عارفه اتصرف ازاي، ايه القرار الصح. طبعا صليت استخاره وكلمت بقى اهلي في مصر وبتاع، قالوا لي هنعمل ايه، اقعدي واحنا هنحاول نجي لك بقى. كان القرار يعني ربنا مش عارفه كان مرتبها كده. تاني يوم عملت ايه؟ تاني يوم اتحجزت بقى، بيبقى فيه بذل نخاع، بيبقى فيه باخد كيماوي جرعتين قبل العمليه، ومحتاجين حد من اهلي يجي. طب ممكن يعني تشرح للناس يعني ايه زرع نخاع، طالما انت يعني اجريتي العمليه دي؟ هو انا كنت فاهماها طبعا الاول، بس ما انت عرفتيها بقى خالص، فهمتيها تمام يعني تمام قوي شربتيها يعني مش ان الفكره ان النخاع ده اللي هو خلايا الدم، كرات الدم البيضاء اللي هي المناعه، بتفرز كل الحاجات التجديد. فعشان انا جسمي اوريدي تبقى فيه تكون خلايا معينه مش كويسه، فعشان ما يكونهاش تاني بناخد بقى نخاع على يعني بالعربي. انا بقى عايز اعرف ايه اللي بيحصل عشان تعملي زرع النخاع ده، يعني ايه الاجراءات اللي حصلت في جسمك ومعاكي عشان ايه بالظبط؟ لازم يوصلوا مناعتي لصفر، يبقى مفيش مناعه خالص يعني، اي تيار هوا كده خلاص، عشان كده بنتحجز، تبقى عزل كامل بالظبط، زي لمده مش قليله 3 شهور. ما انا مش عايز اقول بقى
طب احنا معانا صور من العمليه داليا. طيب كويس. اوضه ازاز بنتحبس فيها، بيتحجزوا في اوضه ازاز لمده 3 اشهر لان بيبقى جسمهم ما فيهوش مناعه اطلاقا. بالظبط، ادي اول حاجه بناخد جرعه كيماوي شديده جدا بحيث ان يوصل المناعه لصفر. وبعد كده يبتدوا بقى كانوا اوريدي قبل ده واخدين منه خيار مني. ساعات بيبقى مني ولو حتى بيبقى من حد بقى درجه اولى او كده. بصوا بقى العمليه بتتم ازاي، انا بس حبيت اشرحها بندالي عشان هي عشتها. بالظبط، فهي وصلت مناعه لصفر ومحجوزه خلاص في الاوضه الازاز دي. ببتدي بقى افضل 6 ساعات نايمه كده نتعلم كل يوم ولا مرة واحدة؟ لا هي أول مرة. أول مرة، أول مرة اللي هو النخاع بيمشي بقى لسه في الجسم. 6 ساعات في هنا محلول متعلق اللي هو النخاع. بيدخل. أيوه. وبعد كده زي في زي عرفت بقى الزرع بيتم ازاي؟ زي نقل الدم. بالظبط. بس أبيض بقى، حاجة بيضة كده. ماشية كده. مش المهم اللي في الكيس، بس هو زي فكرة نقل الدم أو الجلوكوز أو أيوه مش عملية يعني وجراحة وكده. بس ده أنا عايز أشرحه للناس. بيمشي بقى في الدم. عبارة عن كيس كده. بالظبط. بتاخده في 6 ساعات عشان ينزل ببطء. ايوه نقطة بقى، واقفين طبعا ستاف دكاترة كتير بيتابعوا اللي بيحصل، حرارة مش عارف أجهزة بقى وقصة. يمشي بقى في الدورة دي يخش لي تاني دم. عشان انا اخده بقى كل الدم اللي عندي. سيركوليشن كده يعني دورة كده معينة. عشان الجسم ما فيهوش دم يعني. بالظبط. فبفضل بقى في الوضع اللطيف ده جدا 6 ساعات. بيدوكي مخدر ولا حاجة؟ يعني يدوكي مهدئ على الاقل بحيث انك تبقي يعني مش حاسه بالست ساعات. بالظبط، بس برضه ما بيروحش طبعا خلاص يعني. طبعا لحد بقى يبتدي بقى التفاعلات تحصل بعد الست ساعات. ايه بقى؟ تفضلي نايمه في السرير. نايمه بقى بس اعراض بقى طبعا شديده جدا، ان واخده الم صفر بقى مناعه، فاي حاجه مقصره فيا اي بكتيريا طبعا موجوده اللي هي البكتيريات اللي في جسمنا الطبيعيه بتهاجمني جدا. يعني كنت بتتعبي جدا 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 يعني. انا كنت بتقومي من السرير؟ اول وقت طبعا ما كنتش بقدر اقوم، بعد كده بقيت مش عايزه اقعد بقى، بقوم اتسند على اللي هو تتمشي في الاوضه بتاع المحاليل ده في الحجز بتاعك. ما تخرجيش بره، ما ينفعش اخرج خالص. هما كمان حضرتك عارف اكيد. كنت بتنامي ازاي بقى 3 اشهر دول؟ ده بقى انت ما بتناميش، بتعرفي تنامي؟ بيدوني منومات ساعات. يعني ايه ال 3 اشهر دول كانوا يسووا قد ايه؟ لا 300 سنه تقريبا. انا حتى 30. بفتكر ريحه المكان، اي حاجه كانوا بيجيبوها لي يعني قهوه عاديه جدا. ولا طايقه الاكل اللي كنت بتاكليه تشوفيه تاني؟ انا ولا دلوقتي مش قادره اشمه يعني. القهوه العاديه بطلتها، مش قادره اشمها. طبعا من ان انا بفتكر الوقت والموضوع وبقى حد من بابا بقى كان جه وماما بقى بيشوفوك. اختي بس، محدش عارف يعمل فيزا. بابا كان عنده كمان اشغال شغل وكده. فاختي كان معاها اوريدي الفيزا يعني، فجت واقفه لك بره الازاز، واقفه بره ومش عارفه تخش لي، عماله بس تصورني، عماله يلا. كان ساعتها فرنسا بتلعب كاس العالم. فكان في ماتش الفاينل، هي نزلت انها تحتفل بقى، وما كسبوا كاس العالم. كسبت فرنسا. بالظبط. ففضلت بقى تصور لي على ان اكني معاها يعني. بتسليك يعني. بالظبط، لان مش عارفه بقى تخش. انت بقى قعدتي من شهر ايه لشهر ايه؟ بالظبط شهر 7 دخلت العمليه، اول شهر 7 لحد خرجت شهر 10 بقى. يعني كان الحمد لله اتحسنت بسرعه، لان انا ما ببقاش عايزه اقعد على طول بفرك يعني. فنزل خرجت شهر 9 او اول 9 كمان يعني، ما كملتش ال 3 اشهر. ما كملتيش 3 اشهر الحمد لله، خرجت يعني قبل يعني، كان خرجت. الموضوع اتحسن يعني. اما خرجتي بقى يعني خرجوكي بالتدريج اوضه عاديه بقى خلاص الأول. خرجت مره واحده من يعني الاول روحت اوضه عاديه ما فيهاش بقى العزل ده. بس برضه تحت الملاحظه والمتابعه. قد ايه بقى؟ دي كانت برضه 2 اسبوع يعني او 3 اسابيع تقريبا. بس برضه كانت وطلعت النتيجه ايه في الاخر بعد كل المجهود ده بقى؟ يعني النتيجه بعد 3 شهور بقى تتبان بقى يعني. روحت البيت حتى كنت لسه تعبانه، وكل ده انا هناك، انا مش عارفه اجي مصر طبعا، مش هقدر اركب طياره. الدكتور مناني انت ما فيكيش حيل تعملي حاجه خالص؟ ما فيش حاجه خالص بقى. بس تقدري تشجعي فرنسا؟ بس بشجع فرنسا، بشجع الاهلي طبعا اهم حاجه. قعدت بقى شويه بتعافى سنه سنه، ببتدي اكل شويه. مشيتي بقى قعدتي في بيت انت اوضتي واختي؟ مشيتي من المستشفى؟ مشيت من المستشفى، بس كنت تعبانه جدا. بس قاعده في البيت بقى تتحركي في البيت؟ بالظبط. مامتي جات لي بقى يعني. طيب التحاليل بقى قالت ايه بعد كده؟ بعد 3 شهور قال لي انا بقى خلاص انا مستحمله، وكارج بقى فظيعه، ان انا اخر حاجه بقى يلا بينا خلصنا. فاول ما رحت بعد 3 شهور دول لقيته، قال لي الدكتور قال لي احنا هنكمل كيماوي تاني لمده سنه. قعدت بكلمه بالعربي، انا لسه هتصدم بالفرنساوي، يا دكتور يعني ايه؟ انتوا قلتوا لي خلصتي وقعدت اتحمل وحاجات كده. معلش عشان يعملوا ازاله كامله. بالظبط، ده بقى تنظيف. انا ما كنتش فاهمه، انا كنت فاكره خلصت اخر كيماوي بقى لمده سنه. ازاي بقى؟ كل قد ايه؟ كل 21 يوم جرعه من بقى. انت بقى اخدتي البروتوكول وجيتي مصر؟
لا بكمله هناك لان الدواء يعني مش متوفر. كملتي سنه في فرنسا؟ انا لحد دلوقتي انا دلوقتي بقيت اقدر اروح واجي، انما قبل كده كنت قاعده هناك. يعني انت لسه ماشيه في البروتوكول؟ لسه بكمل، يعني انا دلوقتي فاضل لي نص المشوار تقريبا او ربعه يعني الاخير. يعني بتروحي كل شهرين مثلا تاخدي الجرعات بتاعتك؟ لا بروح كله يعني، هنا باجي على 21 يوم مثلا اللي هم الاجازه، هناك بقى ساعات ممكن اقعد جرعتين ثلاثه عشان ما بقاش جراحه جايه طول الوقت برضه تعب عليا. فانا لسه يعني برضه في الاستبل. والتحاليل بتقول حاجه ولا لسه دلوقتي انت متوقفه عن التحاليل لغايه ما تخلصي الجرعات؟ كل ثلاث شهور بيبقى في تشيك اب للتحليل، فبتقول ان الحمد لله ستيبل يعني. بس هم طيب لما انت الحمد لله بتحسني، بيبقى الكيماوي تاثيره نفس التاثير الكيماوي في العقل يعني؟ عشان هو بيبقى شيء رهيب. هو الحمد لله النوع ده مش زي اللي كنت خدتهم اصلا. انا خدت بقى كتير نوع حديث. فده نوع الحمد لله لحد ما مش بيأثر قوي، بيأثر بقى على الاعصاب في على يعني على المدى البعيد، بيأثر على الجهاز العصبي مينلي يعني اساسي من الجهاز العصبي. فانما لا مش بيوقع شعر مثلا، مش بي مش بيعمل حاجات يعني واضحه كده صريحه. بالظبط هو بيأثر داخليا بقى، بس تقدري تتماشي معاه تخرجي وتاكلي وتشربي وكده؟ الحمد لله يعني ممكن بعد الجرعه يومين ثلاثه اسبوع ببقى تعبانه، انما بقيت الموضوع الحمد لله يعني غير طبعا ما كنت الاول. ف عايزه تقولي للناس ايه؟ عايزه اقول ان انا اللي خلاني الحمد لله ما يعني حتى كانوا بيشوفوا دي عندها سرطان، دي مفيش كلام ده مش باين عليها سرطان درجه رابعه بالظبط. فاللي هو ايه ده ما بيضحكوا علينا، عشان انا طول الوقت بنزل طول الوقت مش باينه يعني، مش عايزه اقول ان انا عندي ده، عندي او كل حاجه وبتبهدل كيماوي وكل الكلام ده. كنت بتخبي عن الناس؟ مش بخبي، بس مش عايزاهم يشوفوا ان انا يعني بتخبي مينة. مش عيب انك تخبي يعني، بتداري الامك عن الناس عشان المسائل تبقى كويسه. ايوه بالظبط، خصوصا القريبين انا مش عايزاهم يتاثروا. انا تمام يا جماعه كويسه ما تخافوش، انا تعبانه بس لا يعني الحمد لله الموضوع هيعدي يعني. والسبورت ده او الدعم ده بصراحه يعني كان من اهلي مهم يعني، هم اللي وصلوني ان انا ابقى ده. طبعا باباكي ومامتي واخواتي. بابايا ومامتي واخواتي يعني بجد ما كانش في حاجه بيفكروش غير ثلاث سنين دول، غير ازاي داليا تبقى تمام، داليا تبقى كويسه، ازاي نشجعها. واصحابي بقى يعني حضرتك لو تتخيل اوضه الاوضه اللي باخد فيها الكيماوي ما كانش في مكان الناس تقعد، بيجيبوا لهم كراسي والناس تملي ده هنا. ده هنا قبل ما اسافر في البدايه المرحله الاولى ما سابونيش خالص يعني، ما في حتى الواحد ابوكي جدا جدا فرقت معايا جدا بصراحه. صحابك ماما بابا اخواتك اهلك طبعا كلهم بالظبط بالظبط يعني ما فعلا ما سابونيش خالص، وهم اللي خلوني ابقى قويه يعني. يعني انت كان بينك وبين الانهيار مفيش حاجه يعني، كان المفروض يعني برافو عليكي طبعا، بس كان بينك وبين الانهيار مفيش حاجه، شعره. ده حقيقي الشعره دي قواها بقت يعني ضخمه وعظيمه. أيوه. بالصحاب وبالاهل وال بالظبط يعني، فجاه معاملين مفاجاه عيد ميلادي، ف ضحكوا عليا وودوني مكان معين، دخلت لقيت كل اصحابي اللي في حياتي من ايام المدرسه من ايام الجامعه اللي كانوا معايا ده اثناء الكيماوي والمرحله الفظيعه دي. اثناء الكيماوي دخلت. طب ما نشوف فيديو عيد ميلاد ده داليا والنبي. ساعة ما اتولدت كنت انا حوالي ست سنين كده، كانت بالنسبه لي هي اللعبه بتاعتي. لما اتولدت انا قعدت اسبوع كامل كنت بحطها على الارض كده واقعد باصص لها، اقعد لغايه الصبح لغايه النهار ما يطلع، اقعد ابص فيها واتامل فيها وتفاصيلها. اول واحده لما اتولدت كنت ولادتك سهله جدا، وكنت بسيطه كده وسهله وما تعبتنيش خالص. اخواتها بعد كده ما خدوش اللي خدته داليا مني، لانها كانت فرحه جديده بالنسبه لي وفرحه جميله، فكنت مستعد اعمل عشانها اي حاجه يعني. كل حاجه في حياتي زباله اللي عملتها، واي حاجه بعملها بتبقى انت اول واحده بقولها لك. لفينا مع بعض في العربيه وننا نقعد نسمع الاغاني ونيجي نتكلم في موضوع مهم، وفجاه تيجي كوبليه حلو في الاغنيه احنا عارفينه ونقوم داخلين في بق بعض وقايلين وقاطعين نص الموضوع المهم زي الهبل كده. ما افتكرش ان احنا اتخانقنا يعني خالص، احنا مهما بس فاكره خناقه واحده يعني هقولها الكائن الابيض هي تفهم على طول.
احنا لو بنتكلم في موضوع مهم جدا وبنتخانق ووصل الموضوع بينا ان احنا بنزعق لبعض احنا الاثنين في نص الزعيق بنلاقي نفسنا بنضحك لان صوتنا بيصيصع وبنحس ان احنا متخلفين. يعني احنا بنتخانق على ايه؟ احنا شفنا العيله كلها. عايزه تقولي ايه يعني العيله؟ هي اختي هي اللي عامله الفيديو، هي مونتيرا خريجه معهد سينما. كويس قوي. وانت كمان انت ماكيره؟ انا ماكيره. ماكيره واخويا في معهد سينما دلوقتي. انتوا كلكم عيله فنيه جامده. مصور لسه بيدرس تصوير. هي اختك اللي عامله المونتاج عامله الفيديو ده كويس. وكمان هو الفيديو طويل جدا طبعا ما قدرناش نعرضه لان كمان في كل نجوم مصر، يعني بقيت والله كل صحاب باباكي لعيبه كوره والممثلين وكل حاجه عاملين طبعا فيديو. ف الناس معاك يقولوا لهم جمله عن هذه الرحله اللي ان شاء الله اتمنى انك انت اول ما ترجعي من باريس ويقولوا لك تمام التمام تكون تسلمي نفسك عندنا هنا على طول. ده يا ريت. لازم ان شاء الله. عايزه اقول ان ربنا زي ما كل ما بيبعت محنه بيبقى في جواها منحه ما بنبقاش عارفينها ساعتها. عرفتي ده ازاي؟ عرفت انت لسه في المحنه. بس في جواها منحه عرفتها. ايه بقى؟ اتخطبت. يا سلام. وهو كان يعني كنا اصحاب برضه في شله الصحاب وعادي احنا اصحاب جدا و يعني قبل ما يجي لك المرض كنتوا اصدقاء. وفضلنا اثناء المرض اصدقاء ويعني هو كان صديقي المقرب يعني. لما سافرت باريس وابتديت رحله العلاج الاشد الموضوع تحول، واول ما رجعت وعرفت اجي مصر اتخطبتي. اتخطبنا على طول. شيء جميل جدا 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 جدا. دي ربنا فعلا بيبقى حاطط منحه احنا ما نعرفهاش، هنعرفها لما نشوف المحنه دي ونعديها. طب ايه كمان المنح اللي خدتيها في هذه المحنه اللي ان شاء الله تنتهي على خير ان شاء الله باذن الله؟ حب الناس طبعا، ولقيت ناس كلها حواليا واكتشفت ما كنتش عارفه انها بتحبني بالطريقه دي، يعني لقيت حب غريب بصراحه من ناس قديمه وناس خلصت من الحياه رجعت تاني وناس كان في مشاكل نسيت وبقت موجوده. فده اهم حاجه بالنسبه لي وده اللي فعلا مخليني مكمله وده اللي بسطني في الرحله دي. ان الناس بان حبهم ليا يعني بشكل معين. وانا حاسه شخصيتي اتغيرت كمان، ما بقيت يعني بقدر اواجه وبقدر بقيت اقوى. بالظبط. يعني كنت انسانه بصراحه جبانه جدا وبخاف. بس اكتشفت في نفسي حاجات. شفت كل حاجه ما عادش تخافي بقى خلاص. بالظبط. انا اكتشفت في نفسي حاجات بصراحه ما كنتش اعرفها يعني. فالحمد لله. وعايزه اقول لكل الناس اللي لسه في الرحله دلوقتي ما تخافوش وما تيأسوش. احنا اقوى منه جدا، هو بيخاف من الناس القويه. فنفسي يكملوا ونفسي يعرفوا ان الموضوع بينتهي لو احنا مصرين ان احنا ننهي. وان شاء الله يخفوا وبرضه يجوا مع حضرتك ويحكوا رحلتهم كده زي ما انا يا رب الجميع. يا ربنا يشفي الكل يا داليا. وانا بشكرك وبشكر والدك وبشكر والدتك وبشكر كل اصحابها. الوالد والوالده ده كان واجب قاموا بيه على خير وجه. انما الصحاب هذه محبه كبيره بتثبت العكس اللي كنا بنقوله في بدايه الحلقه، انه لا في ناس بتعرف تحب وفي ناس بتعرف تحافظ على الحب ده بينها وبين بعضها. اشكرك يا داليا. اتمنى لك كل الشفاء العاجل جدا جدا. امين يا رب. ربنا يخليك. متشكره جدا. ميرسي يا داليا. متشكره قوي. بعد الفاصل هنروح في عيد السياحه في شالي في سيوه.